ناخد اخر يعني شخصيتين قال والي ما اعرفش يعني ان انا اقول كده كمان دكتوره غادن احتلت البلد كده. فانا بهنيكم وبشكركم وبقول لكم ان اللي انتوا بتفكروا فيه هنطلقه في الاقصر تحت اشرافكم. هنطلقه في الاقصر تحت اشرافكم. يعني ده كلام مش معمول معنوي عشان الشباب يقول لك الرئيس السيسي بس يعني بيدغدغ المشاعر. لا 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 مش ممكن يخرب بيت كده والله. فالمهم يعني فاحنا سيد وزير الدفاع موجود مش كده، وهم الشباب اللي حطوا الرتب النهارده مش كده، يبقى انتوا هتتبنوا الغاده وياسمين مش كده والاقصر كلها، وتبقى انتوا اللي تحت اشرافكم، ونعملها زي ما انتوا بتقولوا، وخلونا نجرب حاجه ونشوفها ونسقف لها. شكرا جزيلا. شكرا سيادة الرئيس، وشكرا للسادة الحضور. بختام الجلسة هيبقى فيه استراحة لمدة ساعة إن شاء الله، بعدها تبدأ الجلسة الثانية، جلسة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي. شكرا لحسن استماع حضراتكم.